سابقا ما كانش عندنا الحق نخرجوا الاعلام، هذا قواعد انضباط حزبيه، ليس يعين فقط في المكتب السياسي. تقات واحد حاجه اسمها الكتابه الوطنيه، كيعين فيها النص، هي اللي فيها انتخابات وهي غير منتخب، فيها البعض بالصفه العدد كبير، لكن كيعين فيها الكاتب الاول النص. هذه الهيكله كتعني على انه نقل الحزب من حزب عادي كجميع الاحزاب. نلاحظ ان جميع الاحزاب فيها نقاش بدرجه متفاوته حسب هامش الديمقراطيه في كل حزب، لكن لا غير مسموح الاتحاد الاشتراكي ان يؤسس لحزب انفراد السلطات في شخص واحد. كان ممكن ان تكون هذه المقررات موضوع نقاش في المؤتمر. هذا السؤال الثاني اللي في الاذهان ديال عدد كبير من الناس. لكن مني غنكون انا الكاتب الاول اليوم ممارس، انا هو رئيس اللجنه التحضيريه اليوم، انا الذي اوزع عدد المؤتمرين عبر المغرب، نعطي لهذه المدينه 10 ونعطي لهذه 15 ونعطي لهذه 14، انا ومن بعد انا اللي نترشح. المؤتمر المقبل غتكون فيه شي منافسة، أنا هو الكاتب الأول أخ دريس، أنا هو رئيس اللجنة التحضيرية أخ دريس، أنا اللي كنعين عدد المؤتمرين في الرباط ووجدة ودا الأخ دريس، أنا المرشح الأخ دريس. كاين شي مؤتمر اسمه الديمقراطية؟ كيف كنا نمشيو زعما نتغداو، نمشيو نتغداو جميع ونخرجوا فعلا. نتغداو لأنه الفلوس فلوس الحزب، فلوس ديالي وفلوس الناس اللي كيخلصوهم وفلوس ديال الدعم ديال الدولة، ماشي فلوس الكاتب. وألغى في تلك الورقة مجلسا منتخبا لا يخضع لسلطات الكاتب الأول ولا حتى للجنة الإدارية. وقع الجواب على هذا الموضوع، نحن خارج السلطة التشريعية. الاتحاد الاشتراكي في الحقيقة اليوم نحن نتمي المجهود ديال الإخوان كلهم وكنعرفوا المقدورات ديالهم وكنشجعوهم، ولكن اليوم الاتحاد الاشتراكي ماشي الأعضاء البرلمان، عفوا الاتحاد الاشتراكي في موقف صعب في البرلمان. هل سيعارض حكومة؟ لا يمكنه أن يعاني لأنه فيها. هل سيساندها؟ ماذا سيقول؟ إذا نحن في واحد الوضع صعب جدا. هذا الوضع الصعب بطبيعة الحال كيوضع السؤال الذي اجتمعنا عليه، نحن لم نجتمع على جواب. لذلك قلنا أعطونا البديل. إحنا ماشي تيار، إحنا ماشي حركة صحيحية، إحنا حاملين فكرة هم اتحاديات واتحاديين، نبلغوه لهم ونبلغوه للرأي العام. لا يمكن، أو هل يمكن لهذه القيادة اليوم أن تستمر بالاتحاد الاشتراكي لأربع سنين الجاية وغادي نربحوا في الانتخابات الجماعيه والمهنيه والبرلمانيه وغادي نترأسوا الحكومه؟ هذا هو السؤال. هل بهذا الشكل ديال التدبير الى اليوم سنكون حاضرين في الانتخابات المهنيه وغادي يكون عندنا الاغلبيه ديال المندوبين العمال والعاملات، وغادي نكونوا في الجماعات كنترأسوا عدد كبير ديال الجماعات والجهات، وغادي نكونوا في البرلمان عندنا 80 مقعد وغادي نترأسوا الحكومه من 4 سنين؟ والسؤال المحرق، انا واحد من الناس اللي عنده جواب انه يستحيل. المالكي بخصوص موضوع اعلان عن اللجنه الاداريه واسماء اللجنه الاداريه بحكم ما رافق هذه الاخيره من خروقات، هل تم التجاوب مع هذه ومآل هذه المراسله؟ السؤال الثاني، ما هو الاسم الذي يمكن ان نطلقه على الوجوه جالسة أمامنا، هل في إطار حركة تصحيحية أم فقط لجنة من اللجان؟ شكرا. شكرا أخي الكريم.
الاخ القاسم ديال هيبا بريس ما مصير الرساله ديال الاستاذ الربح. حنا العشره علمنا بها كما علمتم بها، لا نعرف اسبابها. حنا مرسل. لا بسمي. انا كنت انا حنا عشره ماشي كله اسباب. حنا عشره لا نعرف اسبابها ولسنا وراءها، كما اننا لسنا وراء ما وقع في اكاديمية الندوه الصحفيه ديال الاخوان ديالنا في اللجنه الاداريه، ما وقع في طنجه، ما وقع في فاس، ما وقع في لبنان، بلي نؤكد على اننا حنا ما داخلينش في سياق ديال شي انقلاب. هذا هو اللي جديد، حنا حاملين فكره. ما بغيناش ندخلوا ونقولوا هذا دير وقع انت مناعه وقعنا، هذا واحد اسلوب داب اساء للحزب اكثر ما نفعه، ولكن حنا سعيدين لانه الفكره اللي كنقولوا كنلقاوها نلقاوها في المجموعه ديال اللي ذكرنا الان للرساله اللي مشات زميلنا المحامي وقع في اكادير يشرفونا، ما وقع في لبنان، ما وقع في فاس، ما يقع اليوم البارحه والبارحه، اتصالات من كبار قدماء ديالنا اللي كيتصلوا يفرح بدون ان نتصل بهم. الفرق ما بيننا وبين الغير وبين التدبير السابق هو انه من كان يتحرك كان هو الذي يتصل بالناس اجي وساندوني. احنا لا، احنا هم الذين يتحركون ونحن سعيدون بهذه المبادرات. الاسم الذي تطلقونهم على هذه الوجوه هما خيرات دي سهوي كل واحد باسمه، عندنا اسم اسمنا الاتحاد الشرقي، اعضاء المكتب السياسي في الاتحاد الشرقي. لن نزيل علينا هذا الاسم ولن نرفض ان يزيل علينا او يشخص فينا شخص اخر. كنسمعوا مجموعه فلان ولا مجموعه كذا وقائد هذا الشيء كله كيفين. هذا الشيء مكتوب. ما عندنا الزعيم، حنا 10. 10 قلنا بسط. وما يمكن نقولها الا اليوم. واش ماكم دويتوا اليوم؟ حتى اليوم ندوي البارح ما كنتش ندوي، ما كنتش ندير صحفيه البارح. انا عضو مكتب سياسي. انا مسؤول كيف قلنا وحنا مسؤولين. ما كنت مهربانيش من المسؤوليه، حنا غنتحاسبوا على القرارات اللي خدنا، ولكن غادي يحاسبوا الاخرين على القرارات اللي رفضنا واللي مع الاسف تمرات. قابلين المحاسبه ما غاديش نهاركم منها. من يحاسبك اذا؟ المسؤوليه والمحاسبه، من انت مسؤول في الحزب؟ من يحاسبك ايها الحزب؟ يحاسبك الراي